قصة الحجاج والشيخ. حكي أن الحجاج خرج في بعض الأيام للتنزه مع أصحابه، فانفرد بنفسه فلاقى شيخا من بني عجل وقال له: من أين أنت يا شيخ؟ قال: أنا من هذه القرية. قال: ما رأيكم بحكام البلاد؟ قال: كلهم أشرار، يظلمون الناس ويختلسون أموالهم. قال الحجاج: وما قولك في الحجاج؟ قال: هذا أنجس الكل، سود الله وجهه ووجه من استعمله على هذه البلاد. فقال الحجاج: تعرف من أنا؟ قال: لا والله. قال: أنا الحجاج. قال الشيخ: أنا فداك، وأنت تعرف من أنا؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن عامر، مجنون بني عجل، أسرع كل يوم مرة في مثل هذه الساعة. فضحك الحجاج وأجازه. كانت أحبتي هذه هي قصة اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى مع حكاية جديدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.